السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين الكرام متابعي قناة فندر بيض بلور. مع بداية كل موسم إنتاج ومنشترط نور بصير في عنا مشكلة هي التمييز بين الذكر والأنثى. كيف نحن بنحسن نميز بين الذكور والإناث وبطريقة صحيحة وبدون أي مشاكل؟ إن شاء الله عبر هذا الفيديو ما راح يضل حدا ما يعرف كيف يعرف هاي أنثى وهاي ذكر، وطبعا في عندي عدة اختبارات راح أعطيك إياها تحسن من طريقة تعرف إذا عندك ذكر ولا أنثى، خصيصا اللي زوجوا طيوره ب 2023 وحاليا طيوره سنة 2024 وطيوره بلغت فترة معينة من الزمن لازم تبين، ولكن بعض الطيور ما بتعطينا نسبة دقيقة 100% إنه هذا ذكر وهذا أنثى، ولكن هلا راح أعطيكم عدة نقاط رئيسية، وبهذا الفيديو راح أعطيكم طريقة لم تخطر على بال أحد من قبل تحكي لكم كيف تميز بين الذكر والأنثى بطريقة صحيحة. ابقى معي لنهاية الفيديو، بتمنى منك تضغط زر اللايك للاشتراك في القناة، راح نمسك طيرين ونقارن بيناتهم وأعلمكم كيف تعرف هذا ذكر وهذا أنثى. وبالبداية راح نحكي عن الأنثى. طبعاً قبل بمسك الأنثى وهلا راح أعطيكم العلامات اللي بتميز الأنثى عن الذكر. واحد، بنبلش بالرأس. رأس الأنثى يكون مقارنة برأس الذكر أصغر، يعني رأس الأنثى بيكون صغير وانسيابه صغير وانسيابه. شغلة ثانية بنلاحظ نحن إنه الأنثى مثل ما بنلاحظين شق المنقار مقارنة بالعين يكون العين فوق شق المنقار مو متساوي مع شق المنقار. ثالثا البطن تبع الأنثى إذا وضعنا القليل من الماء على البطن لحظة شوي طبعا هو عباره عن ماء نظيف وضعناه على بطن الانثى. اذا بعدنا الريش تبع البطن بشكل كامل عن منطقه المزبل او منطقه المخرج اول شغله بدنا نلاحظها اذا مسكناه بهذا الشكل، انتبهوا معي، طب هذا هو المزبل، اذا مسكناه بهذا الشكل يكون المزبل مستقيم ومتساوي مع الذيل، مستقيم ومتساوي مع الذيل، انتبهوا عليه، مستقيم ومتساوي مع الذيل، ما في عندي اي بروز، تمام؟ امر اخر، البطن هذا هو البطن، يجب ان يكون متسع، يعني من عند الصدر لعند البطن يجب ان يكون متسع، ما يكون بطن ضيق مقارنة بالذكر. طبعا هاي بالنسبة للأنثى بشكل مختصر. أيضا في عندي شغلات بتدلني إنه هاي أنثى. الأنثى لما بنسمعها تغريد تكون حركة داخل القفص أكثر من حركة الذكر. أكثر من حركة الذكر. الأمر الثاني والأخير لما بنحط مجموعة إناث مع بعضهم ما بصير عندي شجار مثل لما بنحط مجموعة ذكور مع بعض. بصير في عندي شجار بشكل مستمر. هلا رح نمسك الذكر واعطيكم علامات فارق للذكر، بالاضافه لذلك مثل ما وعدتكم رح اعطيكم شغله بسيطه كثير تخليك تميز بين الذكر والانثى. طبعا بالنسبه للذكر، اول شغله بنروح عليها هي المنقار مع العين، مثل ما كنتم شايفين في حاله استقامه شق المنقار مع العين في حاله استقامه، يعني مو تحت المنقار ولا فوق المنقار بحاله استقامه، والعين تتوسط الراس. العين تقريبا في نصف الراس. أمر ثاني بالنسبة للرأس لو نديره هيك بنلاحظ إنه الرأس من الأسفل من آخر الرأس يأتي بشكل تربيعي، يأتي بشكل تربيعي، عند الإناث يأتي بشكل انسيابي، تمام؟ هون جاي معنا بشكل تربيعي تقريباً، تمام؟ الأمر الأهم هو الذيل. المزبل، مثل ما كنتم شايفين طلعوا على البروز. شايفين البروز؟ هذا بروز. رح أفرجيكم البطن بشكل أوضح، طلعوا على البروز، شايفين؟ هذا بروز، هذا بيدلني انه هذا ذكر، البطن المزبل يكون بشكل زاوية قائمة مع البطن ومع الذيل إذا مسكناه بهذا الشكل، بشكل مستقيم، بيكون المزبل عند الطير مثل ما انتم شايفين، المزبل بيكون عند الطير عبارة عن زاوية قائمة، تمام؟ عند الأنثى بيكون بشكل مستوي أو متساوي، بمجرد ما ترك المزبل قام عندي بشكل قائم مع البطن. الأمر الثاني اللي حكينا عنه هو البطن. البطن عند الذكر يكون صغير مقارنة ببطن الأنثى لأنه ما رح يكون في بيض، فانتبهوا أنتم بين المزبل والصدر لا يوجد شيء تقريبا، بين المزبل والصدر عظمة الصدر لا يوجد شيء، بينما عند الأنثى يكون متسع وطويل أو في مسافة بين عظمة الصدر وبين المزبل. هلا بدي أجي معكم للنقطة الأخيرة. النقطة الأخيرة اللي بتدلني على وجود الذكر
او انه هذا ذكر من انت، كلياتنا بنعرف انه الذكر هو الوحيد المغرد، هو الوحيد اللي بيغرد، وتغريده بيكون بطريقه متواصله، تغريد بيكون بطريقه متواصله. طيب انا عندي ب 2023 باضت الاناث واخذت الانتاج وجمعت الانتاج كله، ولصاروا بمرحله 4 أشهر فصلتهم عن بعض، وصار عندي كل طير بقفص. تمام، لحد الان امور نظاميه. جينا لموسم 2024 او موسم 2025 بدي ابدج، شلون بدي افصل هذا ذكر وهذا انثى؟ طبعا العلامات اللي عديتها يا عم النصر ميزاره، لسه مو مبينه بشكل كامل. الطريقة اسمع، تضع الجور كلها مع بعضها، يعني خربط عندك، تضع كلها مع بعضها طيور ذكور وإناث بقفص كبير، وبيضلوا مع بعضهم لمدة 15 إلى 20 يوم. الطيور مع بعضها من 15 إلى 20 يوم، واعتمدنا على برنامج غذائي هو الباتين حكينا عنه ومنقوع الطاقة اللي هو زنجبيل وليمون وعسل. تمام، بشرط انه يكونوا تجاوز عمر 7 أشهر، تجاوز عمر 7 أشهر، لان انا بدي هلا بدي اوصلك للنقطه تخلي صحي لازم يكون عمر 7 أشهر. طيب بعد ما يكون تجاوز عمر 7 أشهر وبدات انا بدور التجهيز وما نعرف متى كم من انت، نبدا بهي الطريقه. بدانا بالباتين حكينا عنه بالحلقات السابقه، وجينا للشيء الثاني هو المنقوع الطاقه اللي بيحتوي على الزنجبيل والليمون والعسل، اعطيته للطيور لمده 3 أيام متتاليه. هاي قبل ما أقوم بعملية الفصل. بعد ذلك أقوم بعملية الفصل. كيف بتكون عملية الفصل؟ بشيل الذكور، بشيل الطيور كلها، بحط كل طائر بقفص. إذا مثلا هاي الطيور كلها أنا محطوط عندي بقفص، شفت العلامات اللي عدتها يا أبو النصر، عرفت هذا ذكر بالأنثى فصلتهم. أما إذا طائر اشتبه عليك أو ما بين معك، تفصله عن بقية الطيور وبتسمع. لازم تسمعه تغريد، إما تغريد إناث أو تغريد ذكور، وبتراقبه. خلال 5 دقائق إذا ذكر راح يخرب. 5 دقائق تغريد متواصل أنثى أو ذكر صوت مدة 5 دقائق راح يغرد، حتى لو كان في بداية مرض، ما راح لك مريض، بداية مرض راح يغرد. إذا كان عبارة التغريد برجع أقولكم إياها، إذا كان عبارة عن تويت بس، تويت ريد هاي أنثى، هاي أنثى 90%. يعني إذا كان تغريد بس تويت بعدين بيعمل تويت بس هيك، هاي أنت قطعا. الذكر ما بيعمل هيك. أما إذا كان التغريد متواصل وتغريد كامل، ذكر. بتقوم بعملية الفصل وتبدأ الموسم التجهيز. هيك بكون أعطيتكم جميع علامات التمييز بين الذكور والإناث. بتمنى الحلقة تكون نالت إعجابكم، بتمنى الكل يشارك هذا الفيديو، لا تنسونا باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.